طيب قول. لا اوعي اوعي. امارات اخر كلام. سعوديه. ما تغشنيش وراك يا تموره. يسرا غششتني. انا لما بعرف واحده او حاجه ايوه لازم اخليها تورب بعيد على الموبايل. شوف الموبايل. ماذا يعني اسم عبله؟ جابتين. لا 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 خالص. معاه ولا مش معاه؟ وش على طول ما فيهاش هزار. اجيبه يهدى شويه. مش عارف انا قاعده وحاطه رمضان. بس انت ما تشاوريش ابو سيدك. بس كل حاجه تروح عليك. لا ده في 30 بنت و20 ولد يعني هيصوتوا لها من البدايه. لا اليابان ولا الهند ولا فرنسا؟ البابا. هي دي بقى المساعده. والله هيعمل لي بقى الحركه دي. فنجل فنجل. اطلع بسرعه قول اجابه. العالم اللي اكتشف ان الهواء وزن كان اسمه ايه؟ النعجة دولي طبعا. انا مش عيد انا جبت ست. الرواية الثلاثة اللي هقولهم دلوقتي فيهم واحدة مش لنجيب محفوظ. تاني كده ماشي. مش عارف. السؤال السهل بقى بيقول ما هي عاصمة قطر؟ صوري ان ما طلعش صح. سريري تويت طبعا. ايوه بتقول. هو انا من النوع اللي احب يعني يبقى جنبي بتاع 10 12 مخدة. طب افرضي في نمل في الارض ما فيش. لا مش واطي يعني. او صراصير او حاجه. انا لا الصراصير الا الصراصير. تعرفي مين صاحبه اغلى سرير في العالم؟ العظم. 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 اساليني انا. متى انشئت جامعه القاهره؟ من غير ما تكملي. اوعي تقولي والله ما تكملي. انت ايه ده ازاي تقولي كده اصلا؟ لا 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 لا. كام لمبة بتنور تمثال الفراشة؟ اوعي اوعي تعملي كده في نفسك. عارفة تعملي ايه؟ عارفة تعملي ايه؟ روحي على طول. في اختيارات. لا لا اختيارات ليه؟ اروح عندها وارجع. يعني ايه كام لمبة بتنور بتمثال الفراشة؟ لا لا انت عايزاني اجاوب ولا ايه؟ ليه يعني؟ ما تبصليش ما اقدرش اعمل اي حاجة. انا مش قادرة يعني. انا مش قادرة مش عارفة ومش فاهمة. لا 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 لا. بتذاكري من ورايا لحضر حضرتك. في واحد طلع الكاميرا شافني طلع الكاميرا ومبسوط عايز يصورني وهو سايق. خابط فيا. ايه الكوكب اللي بيشوف الليل والنهار؟ المريخ ولا عطارد ولا الارض؟ تاني معلش. ايه الدور اللي انت حاسس بقى انك وقت ما هتبتدي تمثل هتعمله؟ هيرو. هيرو. الاثر الوحيد اللي ممكن تشوفه بالعين المجرده؟ الهرم. مساء الخير واهلا بيكو. معانا طرطق ودانك وفنجل عينيك. حلقتنا النهارده عن كلمه واحده بس، ورغم كده ناس كتير جدا مننا بتكره ان هي تسمعها او حتى تقولها. تعالوا الاول نرحب بضيوفنا اللي منورينا في حلقتنا النهارده، النجمه المتالقه المحبوبه جدا جدا جدا، النجمه يسرى والنجم تامر هجره. طبعا يا جماعه الكلمه اللي بنتكلم عنها النهارده هي كلمه الخيانه. شفتوا قد ايه الكلمه دي ثقيله علينا؟ بنستغرب جدا من حالات الطلاق اللي بتحصل بين الازواج بسبب الخيانه، وبسال نفسي سؤال، ليه ممكن حبيب يخون حبيبته او زوج يخون زوجته؟ طبعا عايزين نتكلم في البدايه مع النجمه يسرى ونقول لها ايه رايك في موضوع الخيانه. دمه تقيل قوي ولا ايه؟ يعني حاجه مش لطيفه ابدا. مش كده يا تامر؟ لا انا معاكي فعلا، خيانه فعلا كلمه تقيله. حتى وقعها كده على الخيانه. انا بكره الخيانه جدا جدا، مع انك مرات تقولي احتمال يكون عندهم حق انهم يخونوا، احتمال ما يكونش عندهم حق. مرات تلاقي ظروف معينه ما حدش بيعرفها غير الناس نفسها،
اللي بتعيش الحالة دي. طبعا مفيش حد مع الخيانة، لما بتسمعيها كده في المطلق مش ممكن تكوني معاها، لكن ما تعرفيش ظروف الناس شكلها ايه. طب النجمة يسرى بتشوف ان الخيانة دلوقتي كترت عن زمان، او يعني معدلات الخيانة زادت عن زمان؟ بنسمع عنها اكتر دلوقتي، وخدي بالك ان احنا كترنا، الناس كترت قوي ولا ايه؟ كتروا مش كده؟ الخونة كتروا قوي فكتروا قوي، بس مش عشان كتروا، انت عارفة بيبقى مبدأ برضو. حكاية الخيانة دي بتبقى مبدأ طبعا، يعني في ناس ما بتعرفش تخون، حتى لو عايزة تخون ما بتعرفش تخون، وفي ناس مش عايزة تخون وبتخون. يعني مش عارفة أقولها لك إزاي، بس في حالات معينة ما بتقدريش، في حالات لا تغتفر، وفي حالات بتقولي الله، طب ما عنده حق، طب ما عندها حق. وفي برضو رجالة بتقولك إن يعني يدوا مبرر للخيانة، يقولوا لك بالنسبة لنفسهم بس، مش بالنسبة طبعًا للستات. طبعًا طبعًا. يقولوا خانقاني، مش عارف إيه الحاجات بتغير دي، عليا يعني زيادة. الحاجات دي ايه ملهاش مبرر فعلا يعني. بس كويس بقى ان انت فتحت الموضوع ده، لان فعلا احدث الاحصائيات بتقول ان نسبة الخيانة عند الرجالة للستات اكتر بكتير من الستات للرجالة. ده علميا، انت ايه رايك بقى في الموضوع ده؟ ايه ده؟ لا مش مصدق. انا دي متأكدة منها. ايوه يعني في مصر كمان يعني؟ ده احصائيات في مصر فعلا؟ اه لا ده احنا رجالنا زي الفل والله، بس يلا رجالتنا. لا في مصر بالذات تقصدي؟ ايوه في مصر بالذات. في مصر بالذات لا انا رايي يعني ان الخيانه دي غلط، وان مهما كان المبرر ما فيش يعني سبب يخلي اي بني ادم راجل او ست يخون اللي بيحبها او اللي بتحبه. تعرف انا من رايي ايه؟ لو خلص الحب يقولوا لبعض يا جماعه خلص الحب، انا عايزه ابقى لوحدي وانت لازم تبقى لوحدي، بس ما نجرحش بعض، لانه خيانه الجرح بتاع الخيانه جامد قوي. اسمحوا لي بقى ان زميلي طرطا اللي هتشوفوه دلوقتي على اللاد سكرين حابب جدا ان هو يرحب بالنجمه يسرى. يسرى وطرطا دلوقتي لازم ترحب بتامر هجرس. تامر هجرس طرطا بقى بجد ومال الاثنين يجننوا. فنجل صديق ده لسه ليه دور تاني هيكون معانا في الحلقه. تعالوا بقى نبدا الجد، نبدا مسابقتنا ونبدا اسئلتنا والمعلومات العامه. واول سؤال للنجمه يسرى بيقول: كم حاله طلاق حصلت في مصر حسب اخر احصائيه بسبب خيانه الازواج لزوجاتهم على الانترنت بس؟ 43,000 حاله ولا 44,000 حاله ولا 45,000 حاله؟ انا هديكي الحاله الكتيره قوي، 45. 45 ونشوف فانجل الإجابة معاه صح ولا غلط. ايه صح؟ إجابة صحيحة جدا، وخمس درجات للنجمة يسرى وتامر. اتوصلوا لهرمون في الجسم بيقال إن هو السبب في حدوث عملية الخيانة، الهرمون ده اسمه إيه؟ هرمون التستوستيرون ولا هرمون الال اتش ولا هرمون الاستروجين؟ التستوستيرون. اللي هو اوكي. طيب اول واحده. اول واحده. أول واحدة. طيب نشوف بقى فانجل الاجابه صح ولا غلط. صح. انت عرفته ازاي؟ فانا تعرفه من قبل كده. ما هو التستوستيرون ده والاستروجين ده الحريمي، ده بتاع الحريمي، الحريمي عندهم، والتاني ده عندهم التستوستيرون دايما. اللي في النص ده انا ما فهمتوش. ايوه اسمه ايه بقى؟ انا عرفتها من افلام، يعني افلام اجنبي كده دايما يقول التستوستيرون عندي غالي، يعني عالي قوي. يعني هو مش عالي عند تامر هجرس. لا انا يعني التستوستيرون مش زايد. لا 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 شغال. لا هو موجود بس التحكم فيه هو ده. هو ده الافيه بقى، انه في تحكم في الموضوع. طيب لحد دلوقتي 5-5. والسؤال الثاني للنجمه يسرى بيقول: اكتر دوله خليجيه بتتم فيها حالات طلاق، السعوديه ولا الكويت ولا الامارات؟ مش عارفه بس الإمارات. آخر كلام.
السعوديه. ممكن انا غششها؟ قول اللي ما قلتيهاش. الكويت. الكويت. فانجل. ممكن ابقى غلطان يا يسرا على فكره. معلش ها مش ورا. لا 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 لا. الإجابة غير صحيحة، والإجابة الصحيحة هي السعودية، وطبقا لآخر الإحصائيات يعني أنا قلتهم الثلاثة. أنا أروح. في 2000 حالة طلاق بتتم في الشهر، و69 و69 حالة طلاق في اليوم، وثلاث حالات طلاق بتتم كل ساعة في السعودية. ده أكتر مننا. مصر أكتر من السعودية بكتير في حالات الطلاق. مصر أكتر من السعودية. ده بالنسبة لدول الخليج. ده بالنسبة لدول الخليج. ما تسمعيش كلام تامر تاني. تمشينيش وراك يا تمور. ايوه السؤال الثاني بقى لتامر هجرس بيقول: من هو الشخص الذي خان علي بيك الكبير وقتله الى ان مات رغم انه كان احد مماليكه؟ مراد بي، ابراهيم بي الحكم، ولا محمد بي ابو الذهب؟ هو انا معرفتي بيهم مش قويه قوي يعني اصحابي خفيف خفيف يعني اقول هاي كده بعيد مش انتيم. الاختيار الاول ايه؟ مراد بي ولا ابراهيم بي الحكم ولا محمد بي ابو الذهب؟ مش عارف. لازم تختار. لازم اختار. طب ايه انا هختار لك مراد بي. مراد بي عشان لو خلينا مراد بي شكله ابن ناس. مراد بي وفانجل هيقول لنا الاجابه صح ولا غلط. تأتأ. لا 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 ليه كده؟ الاجابه الصحيحه محمد بي ابو الذهب، ولحد دلوقتي في تعادل ما بين النجمين 5-5. في النهاية يا جماعة ما تمشيش ورايا. ما حدش يمشي ورا التاني بقى خلاص. في نهاية فقرتنا الأولى يا جماعة عايزين نقول إن يا ريت أي حد بيفكر إن هو يخون التاني يفكر كويس قوي إن ممكن يتحط مكان الشخص التاني وساعتها هيتوجع قوي. خليكم معانا، هنسيبكم مع فاصل ونرجع نكمل فقراتنا. نرجع لكم مرة تانية، تاني فقرة في حلقتنا النهاردة هي فقرة الظهر. مهم جدا ان كل واحد فينا يكون عنده شوية حظ في حياته، بس الحظ وحده لا يكفي. طبعا ضيوفنا يتفضلوا هنا علشان يرموا الظهر، واللي هيجيب سكور عالي واللي هيجيب سكور عالي ليه سؤال سهل، اللي هيجيب سكور اقل ليه سؤال صعب. وطبعا مفيش قرص في الظهر خالص، فبس هتعمليه كده اوكي وترميه على الترابيزة. ايه زهرة واحدة؟ دي كبيرة. ايوه هتقع. 5 للنجمة يسرى، وهنشوف تامر. اتفضل. تامر حظه وحش قوي. انا كمان في الحاجات مالياش فيها خالص. و4 للنجم تامر هجرس، يعني هو اللي ليه السؤال الصعب. اتفضلوا. حلو كده. نقعد هنا. اتفضلوا. ربنا معاك بقى يا تامر. ربنا يسر. انا هساعدك ولا يهمك. شكرا. لحد دلوقتي السكور 5-5. نبدا بقى مع بعض بالسؤال السهل، وبيقول: في أي الفصول بتتساقط أوراق الأشجار؟ الصيف ولا الخريف ولا الشتاء؟ لا الخريف. الخريف. والإجابة صحيحة. سهل قوي. 10-5 للنجمة يسرى، وهنبدأ بقى بالسؤال الصعب للنجم تامر هجرس. بيقول: ما معنى اسم الأرجنتين باللغة العربية؟ أرض الفضة ولا أرض الأمان ولا الأرض الخصبة؟ أقول ايه؟ قول. لا اوعى. ايه تاني الاختيار؟ ايه؟ ارض الفضه ولا ارض الامان ولا الارض الخصبه؟ نقول يسرى غششتني. ارض الفضه. ارض الفضه والاجابه صحيحه. شكرا شكرا يسرى. اجابه صحيحه لان يسرى غششتني. اتفضلوا ترموا الظهر تاني. ممكن تامر يبقى عنده فرصة انه ياخد سؤال سهل. يا رب. ان شاء الله. ده 2 للنجمة يسرى، ونشوف بقى. عارف لما غششتنيش بقى بجد. وستة لتامر هجرس، يعني تامر ليه السؤال السهل. اتفضل. هايل. السؤال السهل: ما هو الحيوان الذي لا يستطيع القفز؟ الجمل ولا الفيل ولا الزرافة؟ طيب اوكي. الجمل ولا الفيل ولا الزرافة؟ ده سهل جدا. ده سهل جدا. الفيل. الفيل والإجابة صحيحة. بمناسبة الفيل بقى يا مدام يسرى، تعرفي كم عدد ضربات قلب الفيل في الدقيقة؟ 25 ولا 45 ولا 60؟ لا 60 يموت. 25 خلينا في الضمان.
25 وإجابة صحيحة جدا. أنا عارفة كده إزاي، لأني أنا روحت عشت في السفاري 40 يوم، فعارفة شوية عن الحيوانات. وفيل بقى وفيل وعلى قد برضه يعني برضه في تعادل، بس ممكن نملة تموت فيه لو قرصته في ودن، أنت عارفة كده؟ لا فعلا؟ ده حقيقي. سبحان الله. أهو يعني مش بالشكل يعني. أيوة. 15-15 لضيوفنا، وعايزين نقول لكم ان الفقره اللي جايه هي اخر واهم فقره، ودايما افتكروا ان الحظ وحده لا يكفي. نرجع لكم مره تانية، وصلنا دلوقتي لاخر واهم فقره في حلقتنا النهارده، علشان كده الفقره دي عليها 10 درجات. لحد دلوقتي في تعادل والسكور 15-15. بنشوف مع بعض مشكلة إنسانية بنسمعها مع بعض، بناخد رأي ضيوفنا في حل المشكلة دي. الأهم من ده كله هم قالوا رأيهم ده ليه. طبعا جمهورنا هنا في الاستوديو بيعمل فوتس على الرأي اللي حاسين ان هو أقرب للصح. تعالوا نسمع المشكلة ونرجع لكم مرة تانية. أنا عندي 32 سنة، متجوزة من شخص طيب قوي، عندنا ولدين. مشكلتي بدأت تقريبا من 6 شهور لما كنت نايمة وصحيت فجأة لأني حسيت إن في حد صاحي في البيت. لقيت جوزي واقف قدام الكمبيوتر ومشغل الكاميرا وبيكلم واحدة، كلام صعب جداً إن أنا أسمعه. لما سمعت الكلام ده وقعت مغمى علي، ولما فقت وجاب لي الدكتور حاول إن هو يصالحني، لكن أنا بصراحة يعني مش قادرة أسمع صوته حتى، بقيت خايفة منه وحاسة إن هو شخص مريض. دلوقتي أنا مش عارفة أعمل إيه، يعني يا ترى أسيب له البيت وأمشي، لأن أنا بجد خايفة على أولادي منه، ولا حاول أقف جنبه وأنصحه إن هو يتعالج. المشكلة طبعاً اللي سمعناها مع بعض دلوقتي واضح تماماً هي مرتبطة برضو بالخيانة، واضح تأثير التكنولوجي برضو في أساليب الخيانة. عشان كده السؤال من أوله بتاع الحلقة، عشان كده بيحطونا في كمين، يعني ده كمين. النجمة يسرى بقى رأيها إيه في حل المشكلة دي، واحدة في الوضع ده وعندها أولاد. طبعاً هي في موقف لا تحسد عليه الحقيقة، وما أعتقدش إن هم هيعرفوا يكملوا حياتهم، لأن ضروري صورته اتهزت جواها، الا لو هي قادره تسامح. لو هي قادره تسامح ده عشان خاطر الولاد، الا لو هي قادره تسامح وتسامح بجد، يعني لو سامحته ما ترجعش تتكلم في الموضوع ده، وتحسسه انه انت بتعمل حاجه في مقابل شيء. لكن انا رايي ان هي مش هتقدر تكمل معاه. يعني رأيك ان هي خلاص بقى تقطع العلاقه على كده؟ انا رأيي ان هي مش هتقدر، يعني حتى لو هي بتحبه وعايزه تكمل معاه، في حاجه مش هتبقى مظبوطه في العلاقه، حاجه اتكسرت من جواها. حاجه اتكسرت. تامر رأيك ايه؟ هي ممكن تتصرف ازاي؟ انا هقول لك حاجه، هو طبعا العادي ان هو كده في حاجه اتكسرت نزل في نظرها، بس عايز اقول حاجه، يعني انا اب عندي بنتين وكده وراجل، لو ما كنتش عارفه يعني. وعايز اقول ان كلنا بنغلط، وفي ناس غلطها اقوى من ناس تانية، ولكن ربك غفور رحيم يعني. فاحنا ممكن نسامح بعض، ممكن نغفر لبعض، بس يبقى الراجل ده يستاهل انها تسامحه، يقول عندهم عيال. وانا يعني انا بحاول افكر، انا لو بناتي لو في يوم ما غلطت وعملت حاجه، بس في حاجه لازم يعمل حسابه ان في اولاد في البيت. ده اساس، ما ده اللي انا عايز اقوله. هو يعني لازم كان يعمل حساب ان لو مش هي اللي قامت من النوم، لو حد من العيال هو اللي قام من النوم بالظبط، موقفه هو كان هيكون ايه؟ طبعا. يعني هو كان لازم يعمل ده لو عايز يعمله، بس ما فيش حد في البيت. هو واضح ان هي يعني الفتره دي الست عندها 32 سنه، يعني شكلهم متجوزين بقى لهم فتره، ولو هي اكتشفت ده دلوقتي وعندهم ولدين، ضروري الراجل ده ما بيغلطش كتير، وضروري اللي حصل ده موضوع يعني قلمه هو من جوه. يعني هي طبعا تعبانه ومتضايقه وحصل كارثه بالنسبه لها، بس بالنسبه له هو ممكن يكون فلت، اي واحد بيفلت. فاللي حصل ده يعني هيغير البني ادم ده، انا واثق من ده. فلو هي في قلبها انها تقدر تسامحه، لازم تسامحه، مش ليها، ليه ولعياله وليها.
عشان الحياة تبقى العيلة منفصلة فيها بتبقى حياة بشعة وما فيش أي بني آدم يستحق. يعني أنت رأيك إن هي لازم تحاول جاهدة إن هي تديله فرصة تانية؟ ده لازم. طبعا هنشوف دلوقتي الفوتس من جمهورنا اللي معانا في الاستوديو واللي حاسين ان هو اقرب للصح او الحل الاقرب للصح ومين اللي هياخد فوتس اكتر. الفوتس جاهزه دلوقتي، تعالوا نشوفها مع بعض. 44 طبعا طبعا. واو الناس دي هو مش عشان يسرى محبوبة ويعني يعني تتحب وتستاهل ده كله. 44 فوت ليسرى وسبعة لتامر، يعني خليه يعني اغفروا شوية، دي ناس قاسية جدا. 44 فوت طبعا للنجمة يسرى، وبقى السكور دلوقتي 25-15 للنجمة يسرى. وطبعا الفايز الحقيقي فعلا في الحلقة دي حالة إنسانية اختارتها النجمة يسرى عشان تتبرع لها بجائزتها، وهنسمع دلوقتي من النجمة يسرى ايه الحالة الإنسانية. ايه هي؟ انا سمعت ان في شخص تم عنده سكر وتم بتر رجله وايده وعايش لوحده وما عندوش اي حد يعوله او يساعده او يعيش معاه يخدمه، ما عندوش مكان يعيش فيه. فانا بتصور ان هو يعني اولى ان هو يعني ياخد المساعده دي. فهو حاله مريض وما عندوش امكانيات وما عندوش فلوس ان هو يتعالج وعايش لوحده وحالته حاله يعني. طبعا هي طبعا عشان وراجل في نفس الوقت يعني كبرياء وبرده مكسور حرام. احنا طبعا معانا دلوقتي اخت الحاله، طبعا الحاله للاستاذ محمد اخته مدام سوزان معانا دلوقتي على التليفون. الو مساء الخير مدام سوزان. مساء النور، ازاي حضرتك يا استاذه يوسف؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا بيكي. الحمد لله ربنا يخليكي يا رب. الله يخليكي. وازاي استاذ محمد؟ الحمد لله، والله تعبان قوي وظروف وحشه قوي 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 قوي، نحمد ربنا الحمد لله. في نهايه حلقتنا طبعا عايزين نشكر النجمه المتالقه دايما الفنانه يسرى، بنشكرك جدا نورتينا النهارده. نشكر الفنان سامي هجرس نورتينا النهارده. مهم جدا يا جماعه لما نيجي نساعد اي شخص، مش لازم الناس كلها تعرف ان احنا ساعدناه. بنشكركم جدا واستنونا في حلقه جديده من طرطق وفنجل. لا 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 لا.